بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية المعلوميات. طبعا سبق لنا أن رأينا بعض مكونات الحاسوب. في هذه الفقرة سنرى مكونا آخر مهم، إن لم يكن الأهم على الإطلاق، يتعلق الأمر بالمعالج. إذن سنتكلم عن لو بروسيسور. لو بروسيسور يعني المعالج. فهاد الأداة، إذن فهاد المكون يعتبر على صغره عقل الحاسوب ويشكل شخصية الحاسوب. فمن أول الأشياء التي يتم تفتيشها والبحث فيها قبل شراء أي حاسوب سرعة لو بروسيسور، سرعة المعالج. إذا لو بروسيسور أو سي أ بليزيور نو، المعالج أيضا عنده عدة أسماء. إل أ بليزيور نو، هو عنده عدة أسماء. لو بروسيسور أو سي أ بليزيور نو، المعالج ايضا عنده عده اسماء. اون بارل دو ميكرو بروسيسور، اذا نتكلم عن معالج كما نقول دقيق، اذا نقول بروسيسور او بيان ميكرو بروسيسور او دو سي بي يو. اذا يمكن ايضا ان نتكلم عن سي بي يو. اذا اون بارل دو ميكرو بروسيسور او دو سي بي يو. هاد كلمه سي بي يو هي اختصار اذا دو لونغلي، من الانجليزيه Central Processing Unit. المقصود بها وحدة المعالجة المركزية. Son rôle يعني دوره. Et le traitement de l'information. Le rôle يعني الدور. Son rôle يعني دوره. Et le traitement يعني هو معالجة. هاد كلمة le traitement تجي من فعل traiter يعني عالجة أو عاملة. هنا عندنا son rôle يعني دوره، نتكلم عن le processeur. Son rôle et le traitement de l'information numérique يعني دوره هو معالجة المعلومات الرقمية، المقصود المعلومات التي تأتي عبر الحاسوب. et il ne communique qu'un chiffre binaire وبيت، ولا يتواصل. إذن هذه الأداة الصغيرة التي تعتبر عقل الحاسوب لا تتواصل مع ما حولها إلا من خلال لغة خاصة. إذا نتكلم عن شيفخ بينار أو بيت. إل نو كومينيك كون شيفخ بينار أو بيت. إذا ولا يتواصل إلا من خلال أرقام كما لو نقول مزدوجة. إذا نتكلم عن أرقام ثنائية أو بيت أو أيضا بيت. إذا نتكلم عن أن لونغاج كومبوزي دون سويت. إذا نتكلم عن لغة، أن لونغاج كومبوزي يعني أن مركبة، دون سويت دو زيرو اي دو ان. اذا بدل ان تكون هناك لغه مركبه ومكونه من احرف ومن ارقام مثلا، اذا هذا المعالج لا يستعمل الا الصفر او الواحد. وفي الحقيقه حتى هذا الصفر والواحد في الحقيقه فقط يعتبران كرمز لعمليه مرور تيار كهربائي باحدى داراته من عدمها. فإذا مر التيار الكهربائي في إحدى الدارات، إذا سنكتب واحد، وإذا لم يمر التيار الكهربائي سنكتب صفر. إذا كما نلاحظ بأن الرقمان صفر وواحد هما مجرد رمزين لهذه العملية، عملية مرور التيار الكهربائي من عدمه. إذا نتكلم عن أداة صغيرة فيها مجموعة دارات كهربائية، إذا مر التيار الكهربائي نكتب واحد، وإذا لم يمر نكتب صفر. إذا من خلال هذه العملية يقوم هذا المعالج بمعالجة المعلومات التي تأتيه. إذا نتكلم عن ان لونغاج، نتكلم عن لغة، كومبوزي دين سويت دو زيرو، مكونة من متتالية، دين سويت مكونة من متتالية دو زيرو اي دو ان، دو زيرو اي دو ان مكونة من صفر وواحد. إل فان سي لي كالكول، إذا يفعل هكذا هاد الحسابات نسيسير الضرورية ليكزيكسيون دي بروغرام، لتنفيذ البرامج. إذا نتكلم عن ليكزيكسيون يعني التنفيذ، يأتي من فعل إكزيكوتي، يأتي من فعل إكزيكوتي يعني نفذ. إذا نتكلم عن معالج يقوم بحسابات ضرورية ليكزيكسيون. إذا إل فان سي لي كالكول نسيسير à l'exécution des programmes
إذن هو يقوم بالحسابات الضرورية لتنفيذ البرامج انستركسيون والتعليمات. إذن هو يقوم بعدة حسابات من أجل تنفيذ البرامج المثبتة على الحاسوب أو من أجل تنفيذ التعليمات التي تعطاه. إذن عند كل أمرين أو عند كل برنامج هو يقوم بحسابات ضرورية لتنفيذ هد البرنامج ولتنفيذ هد التعليمات. A une vitesse en partie déterminée par sa fréquence. A une vitesse. إذن هو يقوم بهد الأمور، يقوم بهد العمل في تنفيذ التعليمات وفي تنفيذ البرامج. إذن يقوم بسرعة محددة جزئيا. إذن en partie déterminée يعني أن جزئيا محددة. Par sa fréquence exprimée en hertz. إذن نتكلم عن سرعة هاد المعالج. فكلما كانت قوة المعالج أكبر، إذن قوة المعالج هنا تتحدد في سرعته في تنفيذ الأوامر. إذن كلما كانت سرعته كبيرة كلما كان المعالج قوي. تنفيذ هذه الأوامر التي تعطاه هي تحدد بسرعته، هل هو في حد ذاته قوي وسريع أم لا. طبعا العملية تعود جزئيا إليه، تعود لسرعة هاد المعالج، لكن في جزء آخر تعود إلى قيمة العملية الحسابية التي سيقوم بها. إذن ممكن أننا نعطيه بعض العمليات البسيطة إذن فيقوم بها بسرعة، وممكن أن معالجا آخر ضعيف يقوم بهذه العمليات بسرعة أيضا. لماذا؟ لأن العملية أصلا هي سهلة. لكن هناك بعض العمليات الصعبة التي تكون فيها الكثير من المعلومات، إذن طبعا سرعة معالجتها تتحدد بسرعة المعالج، ثم تتحدد بحجم المعلومات المعطاة لهذا المعالج. A une vitesse en partie déterminée. إذا نتكلم عن سرعة جزئيا محددة par sa fréquence، يعني أنها محددة بتردده. طبعا كما نعرف بأن التردد والذي يعبر عنه بالهرتز، إذا exprimé en hertz. إذا نتكلم عن تردد هد المعالج في الثانية أو بليتو، أو بالأحرى دون لو كا دي بروسيسور اكتويل اون جيجا هرتز. الكلام عن ترددات المعالجات بالهرتز هذا كان في القديم، أما اليوم فنحن نتكلم عن معالجات بسرعة أكبر وأقوى. إذا نتكلم عن سرعة بالجيجا هرتز، إذا نتكلم عن سرعات بالجيجا هرتز وليس بالهرتز كما كان قديما. Toute cette agitation provoque une élévation de température du processeur. Toute cette agitation. Agitation تجي من فعل agité. Agité مقصود بها حرض أو أثار، أو أثار على فعل ما. إذا نتكلم هنا عن أعمال يقوم بها المعالج تحت الطلب. هنا بطبيعة الحال نتكلم عن agitation كما لو نتكلم عن تحريض أو شيء من القبيل، ولكن في الحقيقة نحن نتكلم عن أعمال يقوم بها هذا المعالج ولكن تحت الطلب. إذا كملوا أن هناك من يثيره أو يحرضه. إذا نتكلم عن أعمال باختصار توتست أجيتاسيون، يعني كل هذه الأعمال التي يقوم بها هذا المعالج. بروفوك يعني أنها تنتج ماذا؟ اون إليفاسيون. إذا بروفوك اون إليفاسيون يعني أنها تنتج ارتفاعا دو لا تمبيراتور دي بروسيسور. إذن تنتج ارتفاعا في حرارة المعالج. en particulier يعني خصوصا lors du traitement يعني أثناء معالجة ماذا؟ d'une grosse masse d'information. en particulier يعني خصوصا lors du traitement d'une grosse masse d'information يعني أثناء معالجة كم ضخم من المعلومات. إذا نتكلم عن غروس ماس دانفورماسيون، إذا نتكلم عن كم من ضخم من المعلومات. إذا طبعا عندما نعطي كما كبيرا للمعالجة لهذا المعالج، إذا هنا طبعا الحال ستكبر حرارته، سترتفع حرارته. نتكلم هنا عن ارتفاع درجة حرارة المعالج اون بارتيكولي يعني خصوصا لوغ دو تريتمون. طبعا عندنا تريتمون تتعني المعالجة وتعني المعاملة. إذا نتكلم عن لو فيرب تخيطي، إذا نقول مثلا كومون تخيطي لي جون افيك ريسبي يعني كيفية معاملة الناس باحترام. إذا نتكلم عن تخيطمون أو لو فيرب تخيطي. إذا نتكلم هنا اون بارتيكولي يعني خصوصا لوغ دو تخيطمون دون غروس ماس دانفورماسيون.
إذا نتكلم عن ارتفاع درجة حرارة هذا المعالج وبالخصوص عندما تعطاه كمية كبيرة من المعلومات من أجل معالجتها. سي بوركوا إلى سيغمونتي، وهذا لماذا هو معلى. طبعا كما نرى عندنا رفاق سيغمونتي، سيغمونتي كلمة سيغ يعني فوق، ثم فعل مونتي، فعل مونتي يعني صعد. هنا نتكلم عن المعالج بأنه هو سيغمونتي، إذن هو فوقه أن فونتيلاتور، فوقه مروحة إلى سيغمونتي دان فونتيلاتور. إذن كما نقول بأنه هو معلى بمروحة شارجي دو ديسيبي لا شالور، يعني أن مكلف بتبديد الحرارة اي دو لو مانتينير، وبإبقائه المقصود وبإبقاء المعالج على تمبيراتور، على تمبيراتور، وبإبقائه في حرارة لا بلي باس بوسيبل، الأكثر انخفاضا ممكن، المقصود وبإبقاء المعالج في أقل درجة حرارة ممكنة. هنا عندنا اي دو لو مانتينير وبإبقائه على تمبيراتور في حرارة لا بلي باس بوسيبل، كما لو نقول الأكثر انخفاضا ممكن، المقصود في أقل درجة حرارة ممكنة. إذا ما اكتبوا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.